بأسلوب هادئ ومدني يستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني في الدعاية الانتخابية ودعم مرشحي الحزب لانتخابات مجلس النواب العراقي. وقد نظم الفرع العاشر للحزب مجموعة من التجمعات الجماهيرية في منطقة السوران بحضور عضو المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكردستاني سيداد بارزاني. نحن في حدود منطقة مليئة بالانتصارات والنضال والتضحية في سبيل كردستان. هذه المنطقة هي مركز التعايش، يعيش فيها خليط من الناس بكل مكوناتهم. سكان هذه المنطقة كان لهم دور كبير وأساسي في جمهورية مهابات وثورة بارزان وأيلول وجولان والانتفاضة. كانت هذه المنطقة مركزاً مهماً لدعم الحركة التحررية الكردستانية تحت إمارة بارزاني الخالد والحزب الديمقراطي الكردستاني. أبدى المواطنون في هذه المنطقة استعدادهم للدفاع عن كردستان متى ما احتاجت كردستان إليهم. الجبال والصخور والأشجار شاهد على تضحيات الناس في هذه المنطقة. في الاجتماع الذي حضرته جماهير كبيرة من جميع شرائح المجتمع أكد السيداد بارزاني على استمرار الحزب الديمقراطي الكردستاني في تقديم الخدمات للمواطنين في هذه المنطقة في كافة مجالات الحياة. قبل عام 1991 كانت سوران معسكراً لجيش النظام الدكتاتوري، استخدم لتدمير كردستان وتعريب الكرد وأنفاله وقصفه بالكيميائي وتدمير طبيعة وبيئة كردستان ومكان سكن المواطنين وترحيلهم إلى المجمعات القصرية. ولكن بعد انتفاضة عام 1991 حاول الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال حكومة إقليم كردستان تقديم كافة الخدمات لهذه المنطقة. ومع كل النواقص الموجودة تحولت مدينة السوران من معسكر إلى مدينة جميلة. وفي نهاية كلمته طلب السيداد بارزاني من أنصار وأعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني على الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت للحزب الذي لطالما دافع عن حقوقهم المشروعة وتحمل المسؤولية في السراء والضراء. أمامنا انتخابات مهمة. هذه الانتخابات مختلفة عن الانتخابات السابقة لأن أسلوب التصويت وانتخاب المرشح مختلف تماما. ومن هنا أطلب منكم أن تذهبوا إلى الانتخابات وتصوتوا لمرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني كي تبقى كردستان في أيدي أمينة. من منطلق الدعم الجماهيري الكبير له يريد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يبقى الحزب الأول في العراق في هذه الانتخابات، كونه الحزب الأول في الانتخابات السابقة على مستوى العراق. رايبر عبد الغفار، زاغروس تي في، سوران.